مش عارف ليه احمد سعد مصمم ما يجيبهاش لبر بعد ما ندم على الحلق ولبس القميص ابو شبك. لبس حاجة غريبة جدا جدا وما تفهمش هو قصد يطلع بيها ترند ولا هي جت بشكل عفوي زي ما بيقول. تعال بقى نعرف القصة من البداية للنهاية على المصرية. احمد سعد في اخر كام سنة كان محور اهم الترندات، سواء بجوازه وطلاقه، سواء بقى بالاغاني البوم اللي بيعملها كل صيف او الحفلات اللي بيطلع فيها ويثير الجدل. احمد سعد بقى الفترة اللي فاتت كان ترند بسبب طلاقه، لكن استنى بس، هو دلوقتي بقى ترند بسبب لبسه وتصرفاته. احمد من كام ساعة كده نزل صورة عادية جدا على البحر، وهي دي فيها حاجة؟ اكيد البحر يعني مش هيبقى احمد سعد نزل جاب منه كنز، لا، احمد سعد كان لابس حاجة غريبة جدا في رجله. الناس بقى اكتشفت ان اللي في رجل احمد سعد ده انصيال او خلخال، يعني حاجة اصلا بتلبسها البنات. واحمد سعد كان اعتذر قبل كده على ستايل الحلق اللي طلع بيه في واحده من حفلاته، وقعد يقول ان هو كان بيجاري الموضه وان عمره ما هيعمل كده تاني. لكن شكل احمد سعد مصر يثير الجدل ومصر انه يعمل مشكله من غير مشكله. المفروض انت فنان وشباب كتيره بتقتدي بيك، فالمفروض ما تعملش الحاجات اللي انت بتعملها دي. بس هنقول ايه، ما هو العيد اللي فات دخل تحت الدش وصور لنا نفسه وهو بيستحمى ومنسجم قوي وعمال يغني اغنية يا ابن المحظوظة. ما تفهمش اصلا برضه هو عمل كده ليه. كل التصرفات دي خلت الناس تتكلم عليه كتير جدا وتقول انه اكيد ده مش تصرفات بني ادم طبيعي، وان احمد سعد بيحاول يركب الترند ويرجع عن الصورة كل ما يغيب باي طريقة. تعليقات بقى الجمهور على احمد سعد واللي عمله، ناس قالت له انت غاوي بلبلة وخلاص ومش عارف الرجالة حصل لها ايه، وناس تانية قالت له ايه اللي انت لابسه في رجلك ده، وواحد تاني قال له مرة دش ومرة خلخال، ايه الحكاية يا فنان. على الرغم من ان احمد سعد بيعيش حالة من التوهج الفني، وان مفيش فنان مصري دلوقتي غير عمرو دياب هو اللي بينافسه على الساحة، خصوصا وان اغانيه متصدرة كل حاجة، افلام ويوتيوب وكمان مسلسلات، إلا إن تصرفاته دي ممكن تخلي شعبيته تقل بشكل كبير جدا. المهم قول لنا رأيك في التعليقات، تفتكر أحمد سعد بيعمل كده قاصد ولا هي بتيجي معاه صدفة وخلاص؟